كما شفتوا الجمعه مر في اجواء جيده، عرف حضور مجموعه من الفعاليات الرياضيه والجمعويه، كانت فيه احترام للشكليات الخاصه بالجموع العامه، عاود صادقنا على القانون الاساسي من جديد، صادقنا على الرمز من جديد، دازت الامور في جو اخوي، تم تجديد الثقه في الاخ عزيز بوقصرين لولايه جديده باش يقود النادي، وحنا على يقين ان نادي رشيد البرنوصي غيكون في الصداره وهو من الانديه العريقه في الدار البيضاء، وكنتمناو ان شاء الله مسيره موفقه للمكتب الجديد. وانا بدوري قدمت الاستقاله ديالي لانني احمل عضويه جديده نائب رئيس المكتب المديري، وبالتالي قانونيا تتنافى صفتي في نادي رشيد لكره القدم داخل القاعه. اتمنى لاخواني مسيره موفقه ان شاء الله، وان يكون العمل الرياضي بمعيتهم عمل يشرف المنطقه ويقودها الى التألق.